حبيبتي. شو؟ قديش الساعة هلا؟ بكير لسه مراد. شو بعرفك انه بكير لسه؟ ما بعرف، هيك حاسة. خلينا نايمين شوي. حياتي. نعم حياتي، قومي حضري الفطور، جوعان كتير أنا. أوه فكرة حلوة كتير. شو رأيك قوم أعمل بيض وحط سجق معه؟ طيب أعملي بس بيض، ولو سمحتي لا تحطي معه سجق، بس بيض. يلا قومي حيات، يلا حبيبتي، لازم أطلع بعد الفطور فورا. ليش؟ قلت لك إنه رايح على إزميت. نحنا كيف منفيق منلاقي حالنا لازقين ببعض كل يوم الصبح؟ شو بدك تعملي؟ كنت بدي بوسك بوسط الصبح. صباح الخير. رح حضر لك الفطور. ما في تروحي لمكان، خليكي هون جنبي كل العمر. ليش هيك عم تطلع فيني؟ كيف يعني؟ معصب. شو بدي أعمل معك أنت حياة؟ مثلا فيك تتركني لحتى أقوم ساوي الفطور؟ لا ما فيني. ليش بقى؟ لأنك بنت مجنونة، وأحيانا بتعصبيني كتير. لا أنت أغلب الأحيان بتعصبيني. أنا لازم عاقبك وحاسبك، بس ما بعرف كيف بدي أعمل هالشي. شو؟ شو بكي؟ ليش عم تطلعي هيك؟ ليكون عم تفكري تعضيني؟ لا تتحرك. كان في رمش. لك مدري شو بتعملي أنتي، بتخربي كل الجو. ايه مزبوط، آسفة، بس مبارح كمان انت خربت الأجواء، تعادلنا. انت عم تسجلي النتائج يعني؟ شو كنت بتقصد بكلامك؟ لك انت لسه ما تعلمت انه ما فيك تهرب مني؟ طبعا، بس لانك بتنبسط كتير لما تركدني وراك هيك. لك وعم يبتسم كمان، انا بورجيك شو رح اعمل مراد افندي. خلص حياة، روقي، مو مستاهل داي حالك مشانه. لك مراد، جاوبني على هالسؤال، اللي انت شو مشكلتك معي بالضبط؟ رجع جاهلني. يا الله، يلا تفضل مراد، كمل كلامك اللي بلشت فيه. أنا شو مخبصة؟ ما تحكي شو عملت؟ أنت شو كنت بتقصد بكلامك؟ لا بصراحة أنا بلشت خاف، هيك شكلك مو طبيعي أبداً. أنت لو كنت زلمة هادي وصبور كل هالقد ما كانت رح تكون هي حالتنا، كنا رح نكون مبسوطين كتير. أنت مرضى مراد؟ أخذك على الدكتور حبيبي؟ ومبارح كمان ما كنت طبيعي. شو قصدك حياة؟ يعني أنت ليلة مبارح ما كنت طبيعي. قصدك انك حضرتي كل هالتحضير وانا ما حكيت شيء. معناتها هلا بقلك حلو كتير، وما قدرت شيل عيوني عنك. انا مو هذا قصدي ابدا. بلا حياة، لا تتهربي، مبين متضايقه من جوا. ليش يا ترى ما قلت لك انك حلوه؟ ليش؟ رح تموتي من التفكير. بلا حكي فاضي،
بالعكس كتير صح، المفروض تفكري. يعني ليش ما مسكت لك إيدك مثلاً؟ فكري حياة، حتى أنا عم فكر بالموضوع وانت كنت جاهزة. ليش؟ حاج خلصنا. شو هاد؟ ليش من الصبح لهلا عم تحكي بالألغاز؟ ما بفكر بأي شيء. هلا بتقلي شو مشكلتك بكل صراحة ووضوح؟ عم بسمعك منيح مراد صار سلماص. نحن هلا بالشركة بلخنا، خلينا نسكت. وحياتك أنا مالي ساكتة. سكتك بطريقتي. شو الطريقة يا حلو؟ هلا بتعرفي كيف. هيك. سكتتي مو؟ يلا بسرعة حياتي، والله جعت كتير. ليكني اجيت. ايوه انتي لابسة وخالصة يعني؟ ليش ما عجبك؟ مو الفكرة حبيته، بس يعني شايف كأنه قصير كتير، ما هيك؟ ايه بس حلو عاجبني. ايه حتى لو عاجبك حبيبتي، بس يعني قصير كتير، كتير قصير. كيف يعني؟ انت مو كنت تحب القصير؟ ايه بس انتي ست متزوجة وما بيناسبك هالشي، لهيك من اليوم ورايح لازم تنتبهي على لبسك، وضيق مو بس قصير كمان. كأنك عم تزودها مراد، ما هيك؟ لا ما عم زودها. قلك بطلت اطلع اتعشى برا. ايه يعني عم فكر بلاها هالطلعة اليوم، اصلا انا تعبان وجاي على بالي اتسطح وارتاح. فهمت عليك، خلص انت بدك يعني غير الفستان. اوعك لا تغيري شي حبيبتي. حيرتني الصراحة، طالع كتير حلو. يعني غير ولا ضل لابسته؟ انا بدي اياكي تلبسي قدامي وبس. هلأ فهمت عليك مراد، الفستان حلو بس ما بدك يعني ألبسه لبرا، صح؟ برافو عليك. أنا ما كنت عارفانة إنك غير كل هالقد. غيره بس؟ قلك يلي عنده كل هالجمال هاد مستحيل ما يغار. أنت ما جعت؟ طيب ليك أحسن شيء إنه حضرتك تفتح خزانتي وتشوف فستان عزوقك، وبعدين بتحضر حالك مشان نطلع على المطعم. مالي موافق، خلينا هون بالبيت، أو بالأحرى تحديدا خلينا بغرفتنا، وأنت خليكي بالفستان، شو رأيك؟ مستحيل، لأنه إذا وافقت فما رح ناكل أكيد. يلا حضر حالك، جيب لك شو ما بدك لعندك، وأنا جاي على بالي أطلع. يلا. عنيدة ممكن تجيب لي كاسة مي؟ أكيد. اسمه انتقام. أنا رح أورجيك مراد صار سلماص. شكرا كتير. Thank you.
ليش هيك عم تطلعي؟ بس ما تكوني اشتقتي لي. ها؟ مين انا؟ شو؟ انا ما شربت كتير. انتي دوختيني. انت لوين ناوي تاخدني مراد؟ لبرات هاي الدنيا، لمكان نكون فيه لحالنا. أنا لازم فوت على الحمام بسرعة. ممنوع تروحي. أنا كنت كتير قريب منك وبنفس الوقت بعيد. أتمنى هاي الريحة ما تفارقني طول حياتي. يا الله شو كان دابي. ما عاد بتركك طول ما أنا عايش، ولا رح بطل حبك حياتي.